في العام 1932 اكتشف الفرنسي نوربير كاستوري مغارة فريوات ضواحي تازة. ربع قرن بعد هذا الاكتشاف افتتحت المغارة بشكل رسمي في وجه المغامرين وعشاق الاستغوار، افتتاح انعش اقتصاد المنطقة، انتعاش معطل الآن، والسبب قرار بإغلاق المغارة حتى إشعار آخر. المنتزه الوطني ديال تاسكا كيضم واحد المجموعه ديال المغارات، اللي منهم المغاره ديال فريواطو اللي للاسف هذه تقريبا 3 سنين وهي غلق الابواب ديالها لواحد السبب اللي مازال ما فهمناش. دونك كنتمناو الحمد لله السيد العامل ديال الاقليم راه داير واحد المجهود كبير باش يتم الاصلاح ديال المغاره وتعود تحل الابواب ديالها في القريب العاجل، يعني كاين مجهود مبذول. اصلاح المغارات اكتمل في شطره الاول، وفي انتظار قرار فتحها امام عموم الناس من جديد تعيش المنطقة مشاكل اقتصادية غير مسبوقة أثرت أيضا على متنزه تاسكا الذي يمتد على 14,000 هكتار ويحوي نحو 500 فصيلة نباتية والعشرات من فصائل الحيوانات البرية النادرة. درنا اون غوندوني هنايا في لو بارك، فريمون شفنا لا فوري، طلعنا لتاسكا لو سومي، وعاد باش جينا من هنايا سي فريمون زوينه هاد البلاصه بزاف، وفيها بزاف ديال يعني تنوع حيواني ونباتي اللي هو ما تيدويوش عليه حتى شي بلاصه. وكنا باغيين نديرو مغاره فريواطو، مي شحال من مره كنجيو كل عام تنجيو وما تلقاوها مسدوده، ما كنلقاوهاش محلوله. هاد العام سمعنا بانها غادي تكون تحلت، مي كوميم لقيناها باقه مسدوده. على امتداد السنين الماضيه اعتبرت فريواطو محطه سياحيه مهمه ووجهة مفضلة لعشرات الآلاف من السياح من مختلف دول العالم، الشيء الذي نشط المنطقة وزاد من مداخل سكانها المحدودة جدا. جينا باش نشوفوا مغارة فريواطو، ولكن قالوا لنا بأن راه كتصلح. الحمد لله حتى هنا المناظر زوينة ومناظر خلابة، واخا كتنقص شوية الطريق، يعني يكون كان الطريق مصلوحة كان يكون أحسن. والحمد لله الأمور مأمنة هنا، الأمان كاين. مطالب ملحة الآن لفتح المغارة لأنها السبيل الوحيد لتنشيط حركة السياحة بالمنطقة ودر مدخول إضافي للسكان، سكان يعيشون بين ريح الكساد وريح الجائحة غير بعيد عن منطقة اسمها باب الريح، اسم على مسمى.